السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا غادي ندير هذا الفيديو فقط قصير باش نعطيكم واحد الخبر اللي هو جديد اللي ربما تكونوا سمعتوا به. هذا الخبر اللي ما غيعجبش بزاف منكم، سورتو الناس اللي عندهم لي شير ديالهم وتيطمحوا انهم يكون عندهم واحد العدد ديال المشتركين، ولا الناس اللي يوتيوبرز اللي مشهورين وهذا. فالمهم يوتيوب مؤخرا خرجت بواحد القرار اللي غيكون صارم، اللي قالت انه غادي يتطبق من بدايه 2019. هذا القرار هذا هو انهم غادي يحذفوا بزاف ديال لي شير ديال القنوات من اليوتيوب بدون سابق انذار. فهاد القرار هذا قالوا لي غيبدا من بداية 2019، وانه اكثر من ربع ديال لي شين ديال اليوتيوب كلهم غادي يتحذفوا. هادشي الصراحه سبب الازعاج لبزاف ديال الناس، سورتو الناس اللي خدامين على اليوتيوب واللي داروا مجهودات باش انهم طلعوا لي شين ديالهم وهذا، فما جاش انه يمشي لهم زعما بالسرعه بهذه السهوله هذه وبالسرعه هذه. المهم غادي نعطيكم اليوم شنو هو السبب في هذه المساله اللي كنتو سمعتوا بها، ولا الناس اللي باقي ما سمعوش بها غادي نفسر لكم دابا علاش. السبب في هذه المساله هو انه كاين بزاف ديال الناس اللي مطلعين لي شين ديالهم بواحد لي كونتوني ولا واحد المحتويات ديال ناس اخرين. فكتلقى مثلا واحد عنده واحد لاشين اللي ضاربه 100000 ولا الفوق، وتلقى شنو هو الكونتوني ديالها هزوه من هنا ومن هنا ومن هنا، يعني فقط فيديوهات ماشي هما ديالو، يعني ما ضرب عليهم لا تمر لا والو. فيوتيوب في هذه الحاله هذه كتعتبر ان داك الفيديو عباره عن سرقه، يعني هو مسروق. وهذا الشيء علاش طبقوا هذا القانون. المهم هذه القضيه كتطبق ماشي فقط على اليوتيوب، وانما على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى الانستغرام. يعني اي واحد عنده واحد صوره من الانستغرام هزه ماشي ديالو، فاذا تطبق هذا القانون يكون على يقين انه اما غتحذف ليه ديك الصوره اما غيتغلق ليه الكونت، كذلك في فيسبوك وكذلك في يوتيوب. فغادي يكون عنده الزور الا فقط حذفوا ليه الفيديو، يعني غادي يتدارك الموقف. ولكن الا حذفوا ليه لاشين فما عنده ما يدير، هادشي اللي كاين يعني كاع داك المجهودات ديالو غادي يكونوا مشاو. المهم بالنسبه لهاد القضيه هادي داروها على قبل الناس اللي كيهزوا موسيقى، اللي كيهزوا اغاني ولا موسيقى ولا صور ولا فيديو ديال واحد الانسان اخر، تيدخلوا بالمونتاج في الفيديو ديالو، تيقولوا على انه ما عندوش حقوق الملكيه باش انه يدير بحال هكا. وهادشي اللي دارت الماده 13، الارتيكل 13، هاد الماده اللي خرجت جديده في اليوتيوب اللي غتكون صارمه. هادشي علاش خرجوا هاد القانون. فانت ملي غادي تحط واحد الفيديو ديال واحد الشخص اخر غادي يرجعوا غيوليو يرجعوا يوتيوب لهذاك الشخص مول الفيديو الاصلي، وغادي يعطيو ثلاثه ديال الاقتراحات، يعني ثلاثه ديال لي شوا. اما يحذفوا لك الفيديو ديالك، غيسولوه هو غادي يجاوبهم واش انهم يحذفوا لك انت الفيديو لانه انت ما احترمتيش حقوق الملكيه ديالو. ثاني حاجه انه هو يربح من الفيديو اللي حط انت لانه تيرجع ليه ديما كيبقى ديالو. ثالث حاجه هو انه يسمح لك، يعني ما يدير لك والو، ما يتخذ حتى اجراء، ما يدير والو. وهذه من احسن، غادي تكون صراحه احسن. ولكن الصراحه هادشي كله غادي يتغير من بعد هذا الارتيكل 13، الماده 13. فهذاك الشخص غيولي عنده الحق يلجا للمحكمه وقاضي يوتيوب شخصيا، يعني غادي قاضي يوتيوب شخصيا. هادشي علاش يوتيوب اصلا بتحيد بزاف ديال لي شين، ويوتيوب تتقول لهم بلي ما مسؤولاش على هذا الامر هذا، يعني لانه كاين بزاف ديال الفيديوهات اللي كيتحطوا كل نهار، الالاف الا ما قلناش الملايين ديال الفيديوهات اللي كيتحطوا كل نهار، انه تصوروا معايا شحال هادوك من الشين وشحال من هذا. فاليوتيوب تيقولوا على انه من بعد تطبيق هذا القانون ما غاديش يقدروا عاد ثاني يمشيو يفلتريو ولا يمشيو يشوفوا كل فيديو ويعرفوا شنو فيه ويشوفوا واش نيت كيتبع السياسه ديالهم. هذا الشيء علاش غادي نقصوا مجموعه ديال لي شين بدون سابق انذار. المهم من بعد ما الناس سمعوا هذا الخبر هذا، كانت واحد العمليه ديال التصويت، لانه كاين الناس اللي كيعتبروا هذا الامر ضد حريه التعبير. فهاد لو سيت هذا اللي غادي نوريكم اليوم ديال change.org، هاد السيت هذا درت فيه ديجا انسكريبسيون ديالي على الكونت. كيسينو فيه الناس اين هما الناس اللي ضد هذا القرار هذا، اللي ما بغاوش زعما هذا القانون انه يمشي، يعني بغاو يحيدوا هذا القانون. فدابا 4,098,000 اللي سيناو، باقي 4,500,000 اللي سيناو. هاد 4,500,000 اللي غيسينيو، ملي غيسينيو غادي يصيفطوا هاد لي سيناتور ديالهم وهاد الطلب هذا لشركه اليوتيوب، غيصيفطوا لها هاد الطلب. شنو هو الطلب؟ هو انه حنا ما بغيناش هاد القانون هذا يتطبق. فالمهم دابا باقي 4,500,000. انا درت السيناتور ديالي، الا دخلتوا هنايا وباقي ما كانش عندكم انسكريبسيون غادي تلقاو بارطاجي سور فيسبوك، وتحتها انسكريبسيون جيميل. نتوما غادي ديروا انسكريبسيون باغ جيميل اللي عندكم، و الا ما عندكمش الايميل كنتمنى انكم تبارطاجيو، يعني في هاد الشيء المتواضع انا فقط عطيتي هاد المعلومه هادي لانه بانت لي انها تستحق. ما عرفتش صراحه شحال العدد ديال الناس اللي غيشوفوا هاد الفيديو، ولكن هي اللي شاف كما تيقولوا مع الرسول الا البلاغ. غادي تدخلوا هنايا غادي تلقاو واحد اللعبه ديال الجيميل، غتكليكيو عليها باش ديروا انسكريبسيون، غادي تتبعوا لي زيتاب من ا تال زيد، وفي الاخر
صافي غادي تسمعوا انكم درتوا لا سيناتور ديالكم، وتقدروا ايضا تاجوتي واحد الكومونتير بانه احنا ما بغيناش هذا القانون يتمشى وهذا. المهم هادو هما لي زيتاب اللي كاينين، ونتمنوا ان القانون هذا ما يتطبق. ما وري انه كاين بزاف ديال الناس كيحطوا محتويات بعيده على ديك القضيه انه واحد الشخص هزينا ليه الكونتوني ديالو ولا شي حاجه. وكنتمنوا ان القانون هذا ما يتطبقش، وهذا الشيء اللي كاين. نتمنى تكونوا فهمتوا دابا هذا القانون، وشكرا بزاف. كنتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو. شكرا.